فيما تنهمك منطقتات تبانة وجبل محسن بتبادل الهون والإنرجا والبسبعة، هناك من ينهمك بتنفيخ الأرجيلة ولعب الورق في جزء آخر من طرابلس. منا علقانة بكل طرابلس، علقانة بين تبانة وجبل محسن. بالعادة بالمناطق الاشتباكات هي محدودة، بس أوقات الإعلام بصورها أنه عم تصير بكل طرابلس، هي مش بكل طرابلس. لا عادي، لا حتى نخوفنا، كل أسبوع أسبوعين بدها تطلع لها الحفلة، لأنه 10 أيام ننزل من كزدر جنب البيت. لا تغلق مقاهي الضم الفرز وطريق الميناء أو الكزدورة كما يسميها شباب طرابلس أبوابها، ولكن المعارك ترخي بثقلها على الحركة فيها. يلي بده يشتغل بيشتغل، المغامرة مش هون، المغامرة أنه أنت تشتغلي وتغامري لتنجحي بشغلك وتنجحي بعملك. نحن أهل طرابلس منغامر لننجح مش لنفشل. إنه حلو عنا بقى تبحثونا، البلد صارت على الآخر مثل ما أنك شايفه، الشارع فاضي، هن اللي اجوا بالانتخابات وهن اللي قالوا بدنا نحسن وهن اللي قالوا بدنا نظبط طرابلس، وبالنهاية طرابلس صارت فيك. يعني هون غلطانين هون غلطانين، بس عم نلوم الدولة، يعني الدولة لازم تعمل تاخذ اجراءاتها اللازمة، يعني لقينا هالخط الأمني ما وصلتنا لحل أبدا. ومع أنهم في مناطق آمنة نسبيا من طرابلس، إلا أن هؤلاء السهيرة غير بعيدين عن أجواء الحرب، حرب لكثرة ما تكررت تحولت إلى نكتة لديهم. وشر البلية ما يضحك.